مساء الخير، السلام عليكم ورحمة الله. خسارة جديدة للمنتخب الجزائري لكرة القدم أمام منتخب الكاميرون بهدفين دون مقابل ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا التي ضمنت فيها في مجموعتها منتخب نيجيريا ضمن التأهل رسميا إلى مونديال روسيا بعد فوزه على منتخب زامبيا ليكون أول منتخب إفريقي يتأهل إلى مونديال روسيا. طبعا المنتخب الجزائري جميعا نتحمل المسؤولية، بداية من رئيس الاتحاد الجزائري السابق محمد روراوة الذي طبعا بدأت معه المهازل منذ رحيل وحيد حليلوزيتش وتغيرت المعطيات على الأقل في الفترة الأخيرة. طبعا يتحمل أيضا اللاعبين المسؤولية ويتحمل أيضا هذا الرئيس السابق لأنه تعنت في القرارات، ويتحمل بعض الأسماء من الإعلاميين لأنهم أسماء من إعلام موالي لا يمكن أن يعطونا دروسا في الاحترافية لأنهم لا يمكنهم أبدا أن ينتقدوا الرئيس السابق، ويتحمل أيضا المسؤولية رؤساء الأندية لأنهم لم يعطونا ولا لاعب واحد لهذا المنتخب. يتحمل المسؤولية أيضا اللاعبين لأنهم تغير معظمهم في طريقة اللعب وفي حرارة لهذا الاسم، لهذا المنتخب، لهذا اسم الجزائر. يتحمل المسؤولية الوزير، وزير الشباب والرياضة أيضا، لأنه اتخذ قرارات وبقي فقط يلف ويدور في قرارات وفي تغييرات لم نفهم معناها. يتحمل المسؤولية أيضا رئيس الاتحاد الجزائري الحالي خيردين زاتشي لأنه في 6 أشهر بقي في صراعات وفي حرب بيانات مع رابطة ومع بعض الأسماء والوزير وما شابه. يتحمل المسؤولية أيضا العديد، وحتى نحن نتحمل المسؤولية في كل هذا التغيير. ولكن حتى الخسارة ليست نهاية العالم، فالمنتخب ولا كرة القدم ليس مبنية على منتخب واحد. هو المنتخب الأول لكرة القدم، صحيح تأهلنا مرتين لكأس العالم في فترة سابقة، لكننا لم نجلب كأس أمم إفريقيا ولم نعطي لاعبين في نجومية في كأس أمم إفريقيا ولا شيء آخر، ولكننا يجب أن نشتغل حتى نصل، لأن هذا المنتخب أيضا فيه بذرة خير. مساء الخير مجددا محمد مهوبي، لنتحدث عن هذه المواجهة وعلى منتخب ومصير هذا المصير لهذا المنتخب الجزائري وعلى كرة القدم الجزائرية. مساء الخير. مساء الخير يوسف تازيل الإعلامي. مساء الخير رئيس الصحفية الرياضية. مساء الخير. مساء الخير حكيم. مساء الخير للمشاهدين الكرام. أهلا وسهلا عبود. مساء الخير. مساء الخير حكيم. قلنا مستشار رئيس الاتحاد الجزائري الحالي. مساء الخير. أفضل أن أكون أولا طبعا صحفيا طبعا إعلامي أكون مستشار لرئيس الاتحاد طبعا إعلامي ومستشار. عبود مساء الخير. مساء الخير لكم جميعا. أبدأ معك طبعا مهوبي، هل كنا ننتظر أفضل مما كان اليوم؟ خسارة للمنتخب بهدفين دون مقابل في مباراة كانت شكلية على اعتبار أن المنتخب الجزائري وحتى الكاميروني في 2 كانوا مقصيين من هذه المنافسة من هذا السباق. طبعا يعني الفريقين كانوا المنتخبين كانوا مقصيين، ولكن ما كانتش مقابلة شكلية فوق الميدان. فوق الميدان الفريق الكاميروني أو الفريق الجزائري حاول، وفي الأخير الفريق الكاميروني فاز بالنتيجة وحسن يعني مرتبته، على الأقل ما يخرج هو الأخير في المجموعة في آخر الحسابات. وزيادة على هذا نظن باللي الجديد وهو اليوم انه شفنا لاعبين اخرين اللي ربما قدمت لهم الفرصه او العوده للمنتخب للعب في المنتخب بدون ما شفنا يعني اشياء كثيره اللي تغيرت من الجانب الفني. يوسف تزيير، هل كنا ننتظر افضل في هذه المواجهه ثنائيه دون مقابل في المباراه ما قبل الاخيره ضمن هذه التصفيات؟ لا، صعب جدا ان ننتظر يعني من لاعبين ربما بعضهم اللي يلعب لاول مره والبعض الاخر يوجد تحت ضغط كبير، لان سياق المباراه هو اللي خلى الامور تصعب على اللاعبين. لا تنسى ان اللاعبين كلهم كانوا تحت ضغط كبير، حتى المدرب يعني تحت ضغط رهيب جدا، يعني الظروف لم تكن مناسبه، لكن هذا لا يمنع يعني من اداء ربما تقديم مردود جيد. انا نقول الظروف لم تخدم اللاعبين، لم تخدم الجهاز الفني. لماذا؟ لان الاتحاد الجزائري فرض ضغوط رهيبه على المدرب حتى على اللاعبين لما استبعد بعض اللاعبين وبعض الركائز وعوضهم بلاعبين جدد. حتى اللاعبين الجدد لما يجوا في مثل هكذا ظروف يعني صعب عليهم، لانهم يعتقدوا ان الجميع ينظر اليهم، هم في انتظارهم، يعني لو ما يقدموش مباراه يعني راح تكون النهايه بالنسبه لهم، يعني نهايه المنتخب، وهذا شيء خطا. يعني من المفروض ان المباراه تكون يعني في اجواء عاديه هكذا حتى نستطيع ان نقيم، ولو انه من المبكر جدا ان نقيم اداء اللاعبين خاصه الجدد اليوم، لانه صعب جدا في مباراه واحده او في 20 دقيقه او نصف ساعه تقيم لاعب. المهم ان انا نقول واعتقد ان
يعني صعب جدا بالنظر للظروف التي سبقت المباراة أن ننتظر نتيجة أخرى. صالح بيع عبود، هل صحيح أن المباراة كانت تحت ضغط كبير فرضها الاتحاد الجزائري لكرة القدم بتغييرات كبيرة قبل المواجهة، إبعاد من أبعد وجلب لاعبين لا يمكن الحكم عليهم في هذه المواجهة؟ ما نظنش غير الاتحاد اللي وضع يعني ضغط كبير، يعني الكل اللي يشارك في هذا الضغط، يعني كإعلام، كشارع الجزائري، كمسؤولين، يعني الكل وضع ضغط كبير على هذا الفريق اللي كنا نطالب منه الكثير. هو فريق يبقى منهار يعني، ونظن باللي النتيجة تاع اليوم ما تعكسش النتائج الماضية لأن الكابوس لم ينتهي لحد الآن. هل هي حتمية منطقية لسيناريو سابق تقريب؟ كنشوفوا سير المقابلة نشوفوا باللي الفريق يعني بدأ يعني لا بأس به، يعني حاول، صحيح كانت لقطتين خطيرتين عليه من طرف الفريق الكاميروني، ولكن الهدف جاء عن طريق غلطة فاضحة يعني قبل ظروف. طبعا أنا أتحدث عن الظروف، بالذات أدخلت الفريق في 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 أمور أخرى. قبل أن نتحدث عن معطيات هذه المواجهة طبعا بتحليلها بشقيها الشوط الأول والشوط الثاني، أنا أرغب في التحديث عن الظروف. هل الظروف هذه من فترة سابقة ورثها الاتحاد، أم أنه حتى الاتحاد يساهم في هذه الظروف من خلال المشاكل التي تحدث؟ الإنسان ما يتهربش من المسؤولية، يعني كل واحد عنده قسط من المسؤولية. هو الاتحاد الجديد هذا جه فريق منهار، حاول يمشي به في الفترة الأولى ثم حاول يقوم بتغييرات. هل هذه التغييرات يعني حتجيب النتيجة؟ ما قدروش كما قال يوسف في ظرف مقابلة أو اللعب تاع بعض العناصر 20 دقيقة أو 30، لأن في بداية اللقاء ما شفناش تغييرات كبيرة ما عدا فارس كأساسي وبلغيت أول بالك لقاء نتاعه، لكن الباقية سواء ثاني لقاء لعب ضد زامبيا، الباقية كلهم تقريبا سواء كانوا في الفريق أو عادوا من جديد إلى الفريق، ولهذا ما هوش يعني تغيير أو ثورة وقعت في هذا الفريق. نظن باللي مازال التغيير مازال ما شفناش. يوسف سيسي رغب في العودة إليك، لو نتحدث عن الانهيارات التي يتحدث عنها صالح بيع عبود بالنسبة لهذا المنتخب، ما هي الأمور اللي يمكن تحديدها من ناحية هذه الانهيارات لهذا المنتخب؟ أنا نقول يعني من ناحية النفسية يعني بالدرجة الأولى، أنا لما تكلمت على الاتحاد الجزائري أنا ما يعني حتى نوضح بصورة أدق، يعني الاتحاد الجزائري لما صرح نقول المكتب الفيدرالي لما قال أنه جدد الثقة في المدرب وإلى ما بعد على الأقل إلى ما بعد مباراة نيجيريا، كيف تتصورون أن يكون موقف المدرب في واحدة؟ نعم صعب جدا، صعب جدا. المدرب من الناحية النفسية من الناحية الذهنية ربما راه في وضع آخر، حتى اللاعبين لما يجوا يلعبوا في ذهنهم ربما أن هذا المدرب قد لا يبقى يعني وهذه هي الحقيقة قد لا يبقى، إذن كيف سيكون مردودهم؟ يعني حتى من الناحية الفنية ربما مردودهم يكونش يعني جيد، لأنه في بالهم ربما هذا المدرب قد يدها في أي لحظة ويأتي مدرب آخر قد لا يعتمد عليهم. صحيح ربما هم يحاولوا يكسب نقاط ربما لدى الرأي العام، ولكن من الناحية الفنية قد يعني ما عندهمش نقاط كبيرة. لماذا؟ لأن ربما فيه طاقم فني جديد ربما سيعتمد على خطة أخرى، هذا هو يعني ما اعطيناش الأهمية. هذه بالنسبة يوسف تزير عفوا على المقاطعة، هذه بالنسبة لظروف المباراة والضغط الكبير بالنسبة سواء للمدرب الذي فرضه الاتحاد الجزائري أو حتى للاعبين الذين عرفوا بأن المدرب قد سيغادر. أنا أتحدث عن الأمور اللي قال لك صالح بيع عبود رغبت الحديث أيضا ليورثها من هذا المنتخب على أنه منهار. الأجواء العامة، الأجواء العامة يعني الفريق ما هوش في ظروف مناسبة، يعني اليوم الفريق لما أنت في ظرف 6-5 مباريات تحصل على نقطة واحدة وفي 4 مباريات هذا شيء نفسي غير مساعد يعني من الناحية النفسية. الصراعات الموجودة داخل التشكيلة بين اللاعبين أيضا، أنت ما نحبش نعود لما قاله سفيان فيغولي قبل أيام قليلة، يعني في حتى على مستوى الاتحادية توجه لها انتقادات كبيرة بدون ما ننسى يعني الأخطاء التي وقع فيها الاتحاد السابق، يعني ما خلاش يعني أو ما عطاش منتخب ما قدمش منتخب مستقر من جميع الجوانب خاصة من ناحية يعني لحيث الاستقرار الطاقم الفني، لأن هذا هو المهم جدا. إحنا في فترة قصيرة فترة وجيزة عرفنا وجوده وإشراف عدد المدرب الرابع تقريبا في يعني تريد القول بأنه سأتي إليك محمد مهوبي، تريد القول بأنه حتى ولو كان تغيرت
تغيرت المنظومة، تغيرت الاتحاد من اتحادية من رئيس يرأسها إلى رئيس آخر، ولكن كان في استقرار بتواجد مدرب وبلاعبين، كان يمكن أن يكون الأمر أفضل حال. بارك الله فيك. نحن تكلمت على الاستقرار الفني، الاستقرار الإداري، الأشخاص يعني يروحوا ويعودوا مش مشكلة، يعني صحيح. اليوم يكون حكيم غدوة يكون يوسف مش ولكن الاستقرار الفني على المستوى المنتخب اللي كان لهذا هو اللي نقصنا، وهذا اللي صعب المهمة سواء على الاتحاد الجزائري وحتى على الطاقم الفني. ما كانش فيه استقرار فني من الناحية الفنية اللي خلينا ربما كنا نطمح للتأهل إلى المونديال في أفضل الظروف. نعم. وحمي هو هل صحيح أنه قبل أن أحلل هذه المباراة بجزئياتها، هل صحيح أنه لو كان هناك استقرار من قبل وما فيش مشاكل وما فيش عصيان داخل المنتخب وصراعات حتى بين اللاعبين، كان يمكن أن يكون الحال أفضل حتى ولو تغيرت الاتحادية؟ حتى يفهم هذا المشاهد بأنه حتى ولو كان رحل الاتحادية وجات الاتحادية وكان استقرار على مستوى المنظومة الداخلية، كان يمكن أن يكون المنتخب في أفضل حال، صحيح؟ طبعا لو كانت يعني ما فيش مشاكل داخل اللاعبين ما كناش نوصل لأي مشكل، لا لتغيير المكتب الفيدرالي ولا لتغيير الرئيس ولا للمشاكل اللي ظهرت بعد التعادل ضد الكامرون وتغيير المدربين. أنا نظن أكبر خطأ لندار وبدون عقلانية، وربما ما قراوش مشوا مباشرة إلى تغيير مدرب، بمعنى كل ما كانت المشاكل في المنتخب الجزائري إلا وأن طاقم فني جزائري هو اللي حل المشاكل، وهذه من الثمانينات، بمعنى في وقت وين داروا في آخر يوم ما داروا المدرب زوبا وحنكوش وجودي كان صغير ومجموعة نقضوا المنتخب وتأهلوا، المقابلة بعدين المشاكل كلها جابوا ربح سعدان. يعني كل مرة كل ما كان المشاكل مدرب أجنبي ما يقدرش يعمل في هذه الظروف. ماذا يمكن أن يضيف؟ باستثناء فايد علي لوزيتش. سأقول هذه الفترة ماذا يمكن لطاقم فني جزائري تريد القول أن يعطي لهؤلاء في منتخب في منتخب مشلول، في منتخب فيه مشاكل كثيرة؟ كانوا قادرين أنهم يعطيوا الفرصة لمدرب جزائري. ماذا يمكن أن يعطيه؟ أنا أقول لك على الأقل، على الأقل نعم. اليوم مع أننا ما خسرنا كلعبنا وكلك ما لعبناش اللاعبين اللي تم استدعائهم، لو كانت شوية شجاعة وفي المقابلة الأولى بعد ما صار مع الفريق الكاميروني المنتخب الكاميروني واللاعبين عهدوا الجزائر وعهدوا الرئيس السابق سيد الرواوة أنهم يمشيوا نيجيريا يفوزوا بالمقابلة، هناك كان من المفروض أخذ المسؤولية وتغيير مجموعة وتغيير طاقم بدون ما نجيب طاقم فني من الخارج. بعدين مشاعب أنك دير ثقة وهذاك الإنسان تخليه وتقويله كفني، جيب له ناس اللي قادرين يساعدوا ويعملوا على المدى الطويل. واضح. سأعود إليك أيضا للحديث الفني. أرغب إلي أنت صالح بي عبود مستشارا للاتحادية الجزائرية، انتقدنا الاتحادية الجزائرية السابقة بشكل كبير وما حدث لرئيس الاتحاد وإن كان صارما في بعض الأمور، هذه الاتحادية يعاب عليها أنها بقيت في مشاكل تدور في حلقة مفرغة، اتحادية رئيسها في حرب بيانات مع رئيس الرابطة، أعضاء من المكتب الفيدرالي ربو حداد وولد زميلي مشاكل لا تحصى، دايرين مشاكل في المنتخب والتلهيب بأمورهم الشخصية. من الغرابة لم أرى في حياتي اتحادية أعضاء مكتبها يعارضون رئيسهم وهو من جلبهم، أنا في حياتي لم أرى، حتى في بلدي بنغلاديش أو حتى في بلدان متخلفة جدا لم أرى. سمحني صلاح بي عبود. وش تحبني أقول لك؟ راك أعطيت شخصت الوضع وتكلمت على الأسباب اللي ما تخليش مثل هذه الفيدرالية أنها تعمل في ظروف جيدة. لكن لماذا نصل لهذه الأمور؟ رئيس اتحادية قيل بأنه انتخب هكذا بعيدا عن ما حدث مع الوزير وما حدث مع رئيس الرابطة، اتحادية فيها عضوين يحدثان مشاكل كبيرة وهما يروجان لمشاكل كبيرة، لأن شوف ظروف تسيير الرياضة والكرة في الجزائر ظروف خاصة جدا. نعطيك مثال، عندما فرنسا عاشت النكسة نتاعها في 2010 بكنيسنا بجنوب إفريقيا، نعم. ماذا جرى؟ جرت هناك نقاشات وثورة كبيرة في الكرة الفرنسية، الكل حاول، كل أطراف تقنيين مدربين مسيرين صحفيين كلهم نصبوا حول تشخيص ومعرفة ما هو الداء
وإيجاد الدواء لهذه الكرة الفرنسية. احنا ماناش في هذا الاتجاه، ماناش في هذه الثقافه. احنا رانا في تصفيه حسابات، رانا في تعطيل، هذا يحاول ان يعطل هذا، ماناش في هذا. ولهذا اذا كنا في ظروف احسن، في ظروف طبيعيه، كيجي طاقم جديد الكل يعينه على المهام تاعو. هل هذا صحيح؟ غير موجود، رغم ان رغم الاخطاء، لان ليسير يخطئ، ولكن كي تعمل في ظروف مثل هذه ما تخرجش من هذه الزوبعة ومن هذه الأمور. يوسف تسير، أنا رغبت في الحديث عن هذا الموضوع حتى نضع المشاهد الكريم في الصورة، لأنه بعد ذلك سأتحدث عن مواجهة الكاميرون وتفاصيلها، لماذا لم نفوز. ولكن لما تأتي اتحادية جزائرية يراهن عليها بشكل كبير لتغيير كثير من الأمور في كرة القدم الجزائرية، وتجد بأنه على المباشر فضائح وعلى المباشر مشاكل، أنه يدير لك مشاكل عضوين لرئيس اتحادية، هنا أستغرب. وهذا هو المشكل الكبير. أنا لا. أتذكر أنه في اليوم انتخاب الرئيس الجديد كنت أنا عندك في حصة مشابهة يعني، لا. وتكلمت قلت لك يا حكيم المشكلة حيكون كبير، لأنه ما فيش انسجام بين أعضاء المكتب الفيدرالي. قلت لك الرئيس سيوجد نفسه في وضع سيء جدا، ونقول أن الرئيس زتشي أخطأ لأول مرة لما قبل عضوي ترشح لرئاسة الاتحاد الجزائري. لماذا؟ أخطأ. لماذا؟ لأنه لم يكن مدعوم من القاعدة، الجمعية العامة كانت قريبا ضده، لم يختار بنفسه أعضاء المكتب الفيدرالي. أنت قلت هو اللي جاب نائبي الرئيس، لا، مش هو اللي جاب ربه حداد والزميلي، فرضوه عليه، فرض عليه مثل ما فرض عليه بقية أعضاء المكتب الفيدرالي. في هذه الحالة هو عنده استراتيجية وعنده سياسة ورؤية أخرى لكرة القدم، بقية الأعضاء عندهم رؤية أخرى. من الصعب جدا أن يكون فيه تنسيق وتفاهم وانسجام. اليوم كل واحد، ما نقولش كل واحد، ربما فيه تضارب مصالح، أخشى أن أقول أنها مصالح شخصية، ولكن ما فيش اتفاق، ما فيش معانا على ما أعتقد مستشار الرئيس هو يقدر ربما يعطينا رأي آخر، ما فيش اتفاق، ما فيش انسجام أو على استراتيجية واضحة. هذا هو اللي خلق المشاكل في المكتب الفيدرالي. اليوم كما قلت أنت قبل قليل، اليوم المكتب الفيدرالي أو الرئيس أصبح مهتم بحربه أو خلق حروب أخرى مع بعض الأطراف، بدل من التركيز على تطوير كرة القدم التي جاء من أهلها، لأن هذه هي المهمة الرئيسية. مهمته ليست تسير الرابطة الأولى والرابطة الثانية، ولكن تطوير كرة القدم مثل ما وعد به يوم انتخابه. صحيح، لحد الآن لم نرى شيئا صالح بالعبود، لأن المنتخب من المبكر جدا أن نتحدث يعني في ظروف 6 أشهر. أنا لا أتحدث طبعا، لا يمكن أن نحمل الرجل مشاكل كل كرة القدم، لأن الرجل السابق لم نحاسبه إلا بعد مرور 16 عاما. هذه جيل من الأجيال في وبعد ثلاث يعني عهدات، ثلاث عهدات، ثم نتحدث عن يسوقوا لنا على أن الرجل أخذنا لكأس العالم، يعني بإيجابياته بسلبياته، حتى لا نعطي لكل واحد حقه. صلاح بي عبود، أنت مستشارا لرئيس الفاف، ما هي النصيحة التي يمكن تقديمها له في ظل أنه معارضة من عضوين؟ لما يجي زتشي ويعين ولد زميلي مثلا رئيس نصر حسين داي، وهو الذي لا يحضر تماما أحياء ولا يحضر ربما حتى لفريقه، يعينه للمنتخبات، ثم هذا الرجل يغيب عن المنتخب وحتى على سفرية المنتخب، الأمور واضحة. هو منذ البداية ما كانش حينتقل مع الفريق الجزائري للكاميرون، كانت عنده ارتباطات أخرى، ولهذا ارتباطات أفضل من المنتخب. رغم تعيينه كمسؤول على الفريق الوطني، ولكن كانت عنده ارتباطات ما خلتوش ينتقل إلى يا رجل إلى أنت الكاميرون. تتحدث عن المنتخب، وإلا لما عينت في هذا المنصب، لما يعيني مديري في منصب هنا، يعيني في أي منصب، يجب أن أهتم بهذا المنصب قبل أن أهتم بمشاكل الخاصة. حكيم التعيين كان مؤخرا، مش ما نحملوش يعني الرجل قبل مباراة الكاميرون حتى نحدد المقاطع، قبل لقاء الكاميرون مؤخرا في المكتب الفيدرالي الأخير عين 24 سبتمبر. هو الارتباط اللي كان 24 سبتمبر، الارتباط اللي كان عنده مسبق، ولهذا ما قدرش يتنقل مع الفريق الجزائري، وحتى لا يتنقل إلى سيدي موسى مع المنتخب، سمح حتى للمنتخب. احنا باش نلخصوا الامور ونخليوا الجمهور يفهم. انا ارغب في ان يفهم هذا المشاهد ما يحدث في هذا المنتخب. كأننا اليوم خيرنا لاعب جيد، ولكن حطينا له فريق سيء، ولا لاعبين ما ينسجموش معاه، ولهذا الامور ماهيش تمشي في سياق المنتظر، وهذا لابد من تغيير. انا نظن لابد من انتظار التغيير. من يمكن ان يحدث هذا التغيير يا اخي؟ نشوفوا هل القوانين تسمح لذلك، يعني حتى المنظومه
صعبه التغيير. انت اليوم نعم. الاختيار نتاعك منين تجيب الاختيار؟ الاعضاء نتاعك تاع المكتب الفيدرالي، وش ما احنا ما نطلعوش في كل الاعضاء يعني. نعم. كان اعضاء يعني محترمين. صحيح. واعضاء عندهم كفاءه. صحيح. واعضاء بالك ما سمعوش عليهم. صحيح. ولكن موجودين في المكتب الفيدرالي ويراهم يؤدوا في الواجب تاعهم. وانت منذ قليل في الكوالي طرحت عليها السؤال تاع اجتماع اليوم الاربعاء، قلت لك بلي اليوم الاربعاء هو اجتماع غير رسمي، لان الاجتماع الرسمي القانوني هو يجري كل نهاية كل شهر، ونظرا لهذه الملفات والمشاكل المطروحة على الساحة الكروية اضطر المكتب الفيدرالي انه ينظم اجتماعين بين كل اجتماع فيدرالي. هذا باش نشوف في يعني فرضية تغيير بعض القوانين. اما العضوين هذول اللي كثر عليهم كما نقولوا الحديث، نظن باللي هذا عدم انسجام، عدم انسجام يمكن ان يسحب منهم. كما يقال بالفرنسيه بالك سيتي موفي كاستينج اللي لازم اعاده النظر فيه. نعم. بطريقه او اخرى. نعم. انا حبيت نقول باللي كره القدم الجزائريه مش كعكه، ماشي انطرت يعني نتقاسموها يعني. صحيح. فهمت معنى كلامي؟ نعم. يعني نعم واضح. يعني اليوم لما النائب الرئيس الاولي للاتحاد يطلب بشيء نعطي له شيء حتى نرديه، ولا النائب الرئيس الثاني يطالب بشيء ولا باش نسكته ولا باش نرديه نعطي له شيء، هذا خطا، هذا خطا من الرئيس اذا كان هذا هو الحق. اذا كانت هذه الحق هنا نعم ساعطيكم الكلمه، سأتيك محمد هوبية، لأن هنا حتى تحدثنا عن العضوين، ولكن حتى الرئيس هنا يظهر ضعيفا لأنه قبل بالعديد من الأمور التي تم وكانوا إجباره عليها من هؤلاء هذين العضوين. أنا قلت لك قبل قليل حكيم، قلت لك الرئيس أخطأ لما قبل بالترشح لأنه لم يختار بنفسه المكتب أعضاء المكتب الفيدرالي. هذا هو المشكلة. صحيح. هي المشكلة. صحيح. لما تقبل بهذا يعني الأمر في بداية يعني في بداية الأمر يعني أنت على استعداد لقبول كل شيء. وأنا آسف جدا يعني نقول هذا الكلام، ولكن أعتقد أن ربما في كلامي بعض الحقيقة. على كل حال لما تشوف يعني الأمور ولما تسمع الأخبار ولما عبر مواقع التواصل الاجتماعي نظن فيه مشاكل داخل المكتب الفيدرالي، وفيه ربما محاولة للسيطرة من قبل نائبي الرئيس على بعض القرارات المهمة في الاتحاد الجزائري. نعم تريد القول شيء عبود؟ لا حبيت نعاقب برك على واحد الكلام اللي قالوا يوسف، يعني ما وش قضية الضعف هو القشطة. لا لا الوضع. لا شوف الوضع هو القرارات اللي اتخذها المكتب الفيدرالي الأخير هو إعطاء المسؤولية لبعض الأعضاء اللي كانوا كما نقولوا ما كانوش يمارسوا مسؤولية. وانت كي ما تمارش مسؤوليه وتبقى غير تشاهد ودير في التحاليل هكذا في كما قالوا في الصالونات وفي التعاليق، هذا شيء سهل، ولكن المطلوب من هذه المجموعه من هذا المكتب الفيدرالي انه يندمج لانه صلاح بيع في صحيح في المشاركه في التسيير. صحيح صلاح بيع ابو ترك، انت معايا في نفس الفريق ولا في نفس كما نقولوا وتنتقد اختيار المدرب؟ لا انا في نفس المؤسسه مثلا، انت مسؤول وانا مسؤول، انت ما تبقاش حاكم الطرف وانا نسير وبعد تجي تنقدني، هذا امر سهل. لازم تدخل تشمر على يديك وتخدم وتنعتنا كما قال الاخر القرار نتاعك والسير نتاعك الكفاءة نتاعك. وبصفة رسمية انتقد جلب الكراز في وقت واحد منهما رفض طرد هوغو بروس الذي جلب كاس امم افريقيا، والاخر طرد رونار الذي ايضا جلب كاس امم افريقيا. ولكن في الاخير المكتب الفيدرالي صادق على هذا الاختيار. انت كي تصادق راك في نفس المكتب راك مسؤول على هذا الاختيار. صحيح. لازم تمشي مسؤولة جماعية ماشي صحيح الرئيس جاب هذا المدرب لكن ما فرضوش يعني بتسلط قال ديو هذا ولا مكان، ولكن أخطأ لأنه لم يشاور. ممكن أعطوا له حتى هما قالوا له لك الاختيار، ولكن ما تعطوك الاختيار. نعم. ولكن البيان الاخير المكتب الفيدرالي يتكلم او الرئيس صرح يعني في المده الاخيره قال باللي انا شاورت اعضاء المكتب الفيدرالي ولم نسمع اي تكذيب ولم يرد اي تكذيب من طرف بقيه اعضاء المكتب الفيدرالي. اذا المسؤوليه واضح. تفضل. كان تجيبوا بسيكولوج هنا ولا ان سوسيولوج وتطرحوا عليه هذا السؤال واحد يطرحوا قبل ما يجاوبنا، يقول لك واش يعملوا هاد الناس، تقول له رئيس فريق، يقول لك كل رئيس دار يسير النادي تاعه ويحب يسير الفيدرالية، هذا هو الجواب هذا هو. صحيح. الجواب يا ناس ما رانيش بسيكولوج ولكن هذا هو، فلان مسير فريقه كما يحب، ينحي المدرب اللي يحب، يجيب اللي يحب، يدير واش يحب. نفس الشيء للجماعة اليوم كرئيس واثنين في واسمه كل واحد يحب يرأس. المشكلة راه هنا، وإذا كثروا الرياس
يغرق ما يقوله ما يقوله محمد هو بعين الصواب، لاني اقول كل في اثنين حسب مصادر رسميه في اثنين كان يرغبان في ان يكون رئيسا للاتحاديه، وكانه هذه الاتحاديه خلاص يعني اعطيها لمن شاء، لانه حتى في مصر لما لعبت نصر حسين داي جاء لحن استضفته قال لك انه سيستقيل، وقال لي والزميلي اعلنها باللي انه ساستقيل من المكتب الفيدرالي، وبالتالي يرغب في ان يكون رئيسا بطريقه او اخرى. ربو حدث نفس الشيء، وغاب الزميلي غاب حتى عن بعض اجتماعات المكتب الفيدرالي. صحيح. طبعا هذه انا حبيت نقول بالنسبه لوجود بعض اعضاء يعني بعض رؤساء الانديه ومسؤولين الانديه في المكتب الفيدرالي مش حجه يعني لوجود مثل هذه الخلافات. انا نعطيك مثلا في فرنسا في الاتحاد الفرنسي لكره القدم ربما تقول لي ماهوش هذاك وضع اخر وربما ثقافه اخرى، ميشيل اولاس رئيس النادي الاولمبيك لي عضو في المكتب وفيه بعض المسؤولين محسوبين على بعض الانديه، لكن ما نشهدوش ما نحضروش له مثل هذه المشاكل لان هناك في مستوى آخر الناس تحترم المسؤوليه تعترف بالحجم المسؤوليه، هذا هو الاشكال. وهذا يرجع بنا سي يوسف الى مستوى كذلك المسؤولين تاع الانديه، احنا كي نحبوا نحللوا اوضاع الكره الجزائريه، وانت قلت في البدايه ما كان حتى فريق اعطانا لاعب دولي، لماذا؟ لان المسؤولين تاع الانديه ما همش في المستوى، ما همش يخدموا 100% الكره الجزائريه، هذه حقيقه لازم نقولوها. المسؤولين اليوم مهتمين بالفريق الاول وفقط وبجلب اللاعبين. انت كي تولي شبيبه القبائل اللي كنا نضرب بها المثل، كان تجيب لاعب او لاعبين في الصائفه عتجيب 13 14 15 لاعب، هذا دليل ان خلاص ولينا في البزنس. ها وشوف برك عدد الانتقالات الاحصائيات اللي مدتها الرابطه مؤخرا 75% تاع اللاعبين انتقلوا، هذا يعني باللي اموال كبيره وكثيره راهي صحيح في التسويق. محمد مهوبي، طبعا مواجهه الكاميرون اليوم كانت صحيح انها شكليه، هل ترى بانه الاسماء التي تم تغييرها ابعادها جلب اسماء اخرى منح الفرصه لاسماء ربما غادرت وعادت منحت الاضافه لهذا المنتخب، أو لا يمكن الحكم على أسماء لعبت هذه المباراة في 90 دقيقة؟ يعني في الظروف اللي لعبت بها المقابلة اليوم واللاعبين الله يعطيهم الصحة واش قدموا، الإنسان يقولها بكل صراحة، لأن كما قالوا الإخوة في الأول أن اللاعبين في هذه الظروف مثل هذه وإن يعني الناس كلها تتسنى فيهم وكل يعني بعد ذهاب مجموعة واسترجاع لاعبين يعني مشاو عاودوا رجعوهم أو لاعبين جدد، أنا نقول لك كانت يعني محس بالنار إلا لكواتو كما يقول المثل الجزائري. اليوم اون با ايتي ريديكول، وشحال عندنا ما فزناش في افريقيا خارج الجزائر من مقابله اثيوبيا وقت غوركوش من مقابله اثيوبيا. لا اثيوبيا درنا التعادل 3-3 تنزانيا الله اعلم. اليوم كي تشوف يعني مردود الفريق خطا سجل علينا، بعدين تحكمنا في المقابلة خاصة في الشوط الثاني بعد دخول الشاب بن ناصر اللي غير أشياء كثيرة في وسط الميدان وصبحنا نلعب للأمام وصبحنا نسمع الحلول. أنا والهدف الثاني جاء في وقت قاتل بعد ما اللاعبين كلهم مشينا وصبحنا نلعب بأربع مهاجمين، كملنا المقابلة بأربع مهاجمين وثلاثة مدافعين والباقي في وسط الميدان. يعني اليوم وبعض اللاعبين كانوا ربما هذا عفس على هذا من جانب الفلسفة أو التكتيك. أنا أقول لك باللي اليوم كاين بعض اللاعبين اللي أبهروني، مثل نقولها ونعاودها، مثل اللاعب بن غيت اللي راهو من المقابلة يربح النقاط ويأكد. اللاعب بن ناصر الشاب اللي دخل مثل ما دخل في المرة الأخيرة لاعب والناس يعني تشوف اللاعبين هذوما اللي قادرين أنك في المستقبل تقدر تحط عليهم يعني تيميسيو. زيادة على هذا عودة بالفضيل بالرغم من أنه يعني ربما الخروج تاعو من باب صغير من المنتخب الوطني، دخوله اليوم في المقابله وكيفاش لعب تكتيكيا واش طبق من الجانب الدفاعي، كان اول مدافع اللي كان كل ما نضيعوا كره هو الاول اللي يصبح في الرواق او يصبح في وسط الميدان امام يعني هني. نظن باللي هذه الاشياء الايجابيه اللي نشوفوها. لان جميل فيه طرح ارغب في استوقفك عن عنده اذا فضلك، هو انه البعض يقول انه بعض اللاعبين لا يمكنهم ان يعطوا في افريقيا الشيء الكثير، خاصه اللاعبين اللي يجوا خارج الجزائر. اليوم تتحدث انت عن اسماء مثل بن ناصر تقريبا لاول مره يبهر الكثير، تتحدث عن بالفضيل قدم مباراه مقبوله حسب تقديرك انت، اسماء اخرى في العكس من ذلك يقولوا انه اللاعبين المحترفين لا يمكنهم ان يقدموا الكثير في افريقيا. هنا تناقض، هل يمكن ان تحلله؟ لا يعني شوف اليوم كانت كل الظروف سهله وللمنتخب، ميدان جديد جميل، ملعب جميل، ما فيش ضغط،
من الجانب يعني الخصم فيه ضغط بسيكولوجيا على الجزائريين. احنا يعني احنا خلقناه، احنا درنا روحنا في هذه المشكله هذايا. زياده على هذا نظن باللي اللاعبين اليوم حبوا لو سجلوا الهدف من الدقائق الاولى لو سجلنا كانت تكون مقابله اخرى، ولكن خاصه خطا من طرف لاعب يعني زميل للاعبين خلاص يعني كانهم في الدقائق الاخيره سجل علينا هدف في 25 دقيقه 25 شفنا اللاعبين نضربوا في رؤوسهم. ولكن انا اقول لك المقابله في افريقيا كاين بعض اللاعبين اللي يخافوا لمصالحهم الخاصه، قولها الانسان يعاودها. اليوم ما شفناش هادشي، اليوم شفنا لاعبين اللي كانوا حاضرين في الثنائيات كانوا حاضرين حتى ولو كان يعني ما قادريش. ما الذي تغير؟ الاراده تاع اللاعبين بالرغم الضغط من حيث الناس اللي تخاف على تقول لي الناس تخاف على روحها، ما الذي تغير؟ انت في افريقيا مجموعه اليوم لا مجموعه تتغير، مجموعه تتغير. انا اقول لك في المقابلات الاولى كانوا حسابات كثيره صحيح. كان بعض اللاعبين من وقت وقته وين اللاعب كي يمشي لافريقيا خاصه اللاعب اللي جاي من اوروبا كان يخاف على نفسه، كان يخاف على نفسه لانه عنده ان كونترا اون فيرسون كلوب وعنده مستقبل في فريقه. يوسف تقدر تكون هذه النظريه صحيحه مقارنه بالمنتخبات الافريقيه الاخرى التي لديها من اللاعبين من النجوم من يشوطون ايضا في اعتى واقوى الانديه في اوروبا؟ لا انا في اعتقادي لا. لماذا؟ لان فيه الكثير من المنتخبات الافريقيه، وانت تذكر اليوم قلت نيجيريا هي اول منتخب متاهل عن القاره الافريقيه لمونديال 2018، ولكن في نهايه كاس امم افريقيا الاخيره لم يتاهل حتى يعني صحيح. وقبلها فازت بكاس امم افريقيا طبعا في 2013. اذا في بعض العوامل، فيه ربما الرغبه، فيه الاراده، التحضير النفسي، التحضير الذهني، الظروف المحيطه بالمنتخب ربما هي اللي تصنع الفرق. الفرق ما بين الفريق الجزائري المنتخب الجزائري والمنتخبات الافريقيه. كتشوف كتشوف المنتخب الافريقي نعم. ومن نيجيريا اللي تاهل اليوم عنده ست لاعب سبع لاعبين اللي كانوا حاضرين في الاولمبياد. شوف يعني التخطيط، شوف التخطيط و لا كونتينيتي هذه الاستراتيجيه. طبعا حنا نتكلموا على اللاعبين، نعطيك السنغال مثلا في الكاس امم افريقيا الاخيره الجميع رشحوا للتتويج باللقب لكن خرج في الربع النهائي. اذا الامر لا يتعلق فقط باداء اللاعبين وربما خوفهم على مستقبلهم، لا اعتقد باللي الامر يعني اشياء كثيره. جو عام يعني جو عام تحيط بنجاح المنتخب. الكاميرون في الفتره الاخيره في الكان 2017 لا احد كان يرشحه نعم. ولكن في النهايه توج. لماذا؟ لان ربما بروس والظروف اللي وفرها الاتحاد الكاميروني هي اللي خلات المنتخب الكاميروني توج. صلاح بن عبود، ما الذي تغير في منتخب اليوم ومنتخب مثلا في الفتره السابقه الذي ابعد منه اربعه لاعبين او ثلاث لاعبين اساسيين؟ يعني اتحدث عن سليماني ومحرز وبن طالب اضافه الى غلام وحتى ياسين ابراهيمي. ما الذي تغير في منتخب اليوم؟ اولا هذ اللاعبين لم يبعدوا بصفه نهائيه لا هم لاعبين شبان كتحكم محرز ولا بن طالب لاعبين شبان يعني هما مستقبل الفريق الوطني. نظن باللي هذه بالنسبه للطاقم التقني والاتحاديه هي مقابله تقريبا شكليه يعني ما كانش رهان فيها كبير، ولكن مقابله مهمه لمشاهده بعض العناصر كما تفضل سي محمد ميهوبي. كي شفنا اللاعب بن ناصر كيدخل في الدقيقه 60 يعني تقريبا قلب نوعا ما طريقة اللعب، لأنه عكس مثلا طايدير اللي نعرفوا اللعب تاعه، اللعب بن ناصر كان يوزع، كان موجود في عدة فرق. لكن نخاف ألا يستدعى في المباراة المقبلة على اعتبار أن حتى آدم والناس لعب مباراة جيدة في المباراة الأخيرة ولم يستدعى وقيل بأنه سيتم تجريب. هل المنتخب حق له تجريب مثلا؟ لا مش حق التجريب، لا احنا أنا بالنسبة لي كي تروح تلعب في الفريق الوطني راك جاهز حتى وإذا كان في عمرك 20 سنة. هذا ما كانش فريق وطني ماهوش مخبر، المخبر هو النادي تاعك والتكوين تاعك والمستوى تاعك والفورمة تاعك الحالية. أما كي تجي للمنتخب الوطني تجي باش تلعب وتكون جاهز تلعب في أي مكان في أي دقيقة وتدخل. وشفنا اليوم كي دخل بن ناصر شفنا يعني مردود جيد، حتى فرحات ما لعبش كثير ولكن بوادر بلغيت صحيح لعب جال تقريب في كما نقولوا في كل جوانب الميدان. نظن شوف انا نظن بالناحيه التكتيكيه مازال نفس الغلطات يعني نفس الهفوات. شوف كي نقارن لقاء مثلا نيجيريا ولقاء زومبيا في الذهاب ولقاء اليوم، الاهداف تسجل علينا عن غلطات دفاعيه دائما تقريبا في محور الدفاع، ويسجل علينا هدف دائما في الدقائق الاخيره عندما الفريق يكون نوعا ما متحكم في اللقاء ويمشي الى الامام ويسجل عليه. هذه هفوات تكتيكيه ويبقى عندنا المشكل في محور الدفاع، لان اليوم
كاينه مع بسبايني ماندي. بسبايني اليوم نقدر نقول لك بلي كان تقريبا خارج الاطار ولهذا غيروا الناخب الوطني. اما اللاعبين الاخرين مازلنا نلقاو في ماندي كادامورو فهمت دوروا في حلقه مفرغه تقريبا في حلقه مفرغه لاننا لم تكون لنا الجرأة في اخذ قرارات باش نلعب لاعبين اخرين. انا كنت متمني اليوم مثلا نشوف شافعي او بدران حتى ولا انهزمنا رغم راهنا انهزمنا ولكن شفنا نشوفوا على الاقل هذ اللاعبين. ما رايك سيف مهبو من فتره ونحن نتغنى بهذه هذه الجمل بانه ما عندناش مشكل عندنا مشكل في الدفاع وعندنا مشكل في المحور من سنوات وحنا نتحدث شوف يعني بعد ما التغيير في اللاعبين تنحى فلان او فلان في الهجوم لفتره كما قال الاخ عبود ماهمش سي با دي جوار كي زون ايتي اكسكلو دو ليك ناسيونال ولكن اليوم شفنا لاعبين حتى وجاو من اوروبا لعبوا دار فيهم ثقه كنا قادرين اننا نلعبوا اللاعبين اللي تذكروا اساميهم سواء بدران شافعي واليوم شفنا اللاعب اللي جا من ايطاليا اللي ما قدمش الكثير في مقابله واحده فارس ما قدمش الكثير كان للتجريب مثلا شافوه اليوم شافوه اليوم هل عنده فيه افضل منه في الجزائر انا نقول بصراحه يعني بالطبع نعم تشوف فرحاني ربما احسن منه تشوف مفتاح جاء مفتاح جاء اليمنى تشوف يعني بن موسى احسن منه تشوف بدمودا نفس الشيء يعني اذا جبت لاعب من خارج البلاد يكون معترف احسن من اللاعب اللي عندك هنا انا نظن هذا هو الخلل اليوم ولكن ربما كثر عليه الكلام او اللاعب هذا يعني كان عنده مانجر اللي يعرف يوصل اللاعب هذا من جانب الكاستينغ سوقه يعني انا نظن اليوم هو بان اللاعب هذا بان بلي هذا اللاعب كاين لاعبين احسن منه هذا لاعب من اللاعبين من يختار اللاعبين هل المدرب هو من يختار اللاعبين شوف انا ما نكذبش عليك الا هما اللي اختاروه ولا يجيبوه لهم ولا كاين الناس انا اسال المستشار رئيس الفار دائما ارجع اليه شوف لا 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 اختاروا اللاعبين سعبود لا انا مانيش يعني في الجانب التقني ولكن انا نقدر نقول لك مثلا كلام انا منذ البدايه كنت يعني متمنى ان يكون هناك مدرب وتقني جزائري في هذا الطاقم الاجنبي لان هذا الطاقم الاجنبي حبينا ولا كرهنا ما يعرفش ما يقدرش يتعرف ويعرف في فتره من وجيزه الكره الجزائريه وخاصه مادام وصلت للتمني مادام وصل مستشار لا رئيس كان هناك كلام انا نقول لك مادام وصل مستشار رئيس الفاف للتمني يعني ما قدرش يعطي استشارته لرئيس الفاف دوك احنا لا لا اسمح لي انا ما نقررش حتى اذا استشرت في امور اذا استشرت في امور انا ما قدرتش ندخل في صلاحيات اللي ماشي صلاحيات تاعي انا عندي اراء نقولها ونقولها للرئيس الاتحاد في اطار معين فهمت اذا استشرني في الامور اللي مستكلف بها نقول له ولكن انا ما ندخلش روحي في التسيير انا ماشي مسير في الاتحاد الجزائري ولكن قلت لك نرجع الى الكلام تاعي بالك كان ممكن اننا كما يقولون نختصر الطريق اذا كان عندنا كفاءات جزائريه داخل الطاقم التقني لان كان هناك كلام منذ البدايه مع مادوي خير الدين مادوي كان ممكن انه يلتحق بالفريق الوطني ولكن ما تمتش الامور انا الى يومنا ابقى متيقن ان التقني الجزائري كان يمكن ان يعطي اضافه لازم هنا شوفوا في الاطقمه في الخارج أطقمة موسعه فيها 10 12 15 كل واحد عنده المهام تاعو احنا اليوم نجيبوا مدرب اجنبي طاقم اجنبي ما تحطش معاه تقني جزائري وعندنا تقنيين عندنا كفاءات على الاقل خير الاحسن فيهم صحيح فيهم سعود لكم مضطر يعطيك رؤيه يعطيك كما يقولوا امور اللي تخليك تربح الوقت جميل سعود اليكم طبعا بعد ما نذهب الى فواصل الشهريه بعد ذلك طبعا الاذان اعود اليكم بعد هذه الفواصل ابقوا معنا اهلا بكم مشاهدي الافاضل من جديد في الجزء الاخير من برنامجكم طبعا هذا استاذ نهار للحديث عن خساره المنتخب الجزائري بثنائيه دون مقابل امام منتخب الكاميرون ضمن الجوله الخامسه المؤهله لمونديال روسيا التي تاهلت نيجيريا كاول منتخب افريقي لهذا المونديال بعد فوزها على زامبيا بحصولها على النقطه الثالثه عشر المنتخب الجزائري بنقطه وحيده الجميع يسال في هذه المشاكل اللي تحدث بالنسبه للمنتخب وحتى كورتنا يعني من زمان ماشي غير المنتخب فقط
فقط، باش ما يقولوش انه فقط المنتخب الجزائري اللي هو الواجهه، كان واجهه سابقا ولكن حتى هي داخليا مخروبه بالعاميه. كنت توقفت عند صالح بيع عبود الاعلامي مستشار رئيس الفاف. صالح بيع عبود، كنت توقفت عندك عند ضروره تواجد مدرب محلي ضمن الطاقم، ضمن طاقم هذا الطاقم المنتخب، ولكن هذا رايي الخاص. لا حتى هذا راي رئيس الاتحاد سابقا، وكان كذلك راي صالح بيع عبود رئيس الاتحاد، كان قد قبل ان ينتخب لما استضفته قال ضروري ومهم جدا ان يكون اسما محليا من الاسماء التي كانت متداوله، سواء مدرب في قصر خالد الماضوي او حتى عمراني او حتى اسماء متعدده، ولكن في النهايه ما الذي يمنع رئيس اتحاد او اعضاء مكتبه في ان يضعون مدرب محلي؟ ما الذي يمنع في رايك؟ اعتقد تفضل تفضل يوسف الحكيم. اعتقد ان بعض المعلومات تقول ان فيه بند في عقد الكراز ينص على ضروره على تواجد مدرب محلي كمساعد، هذه معلومات تشير الى هكذا، يعني الى وجود مدرب محلي الى جانب الكراز كمساعد. لماذا الان لم يتم تعيين مدرب محلي رغم ان رغبه رئيس الاتحاد تكلم عليها يعني في بدايه عهده يعني صحيح. وتكلم عليها وقال ويعني شدد على ضروره وجود مدرب محلي الى جانب مدرب محلي الى جانب الطاقم الفني ليقودوا الكراز. اليوم السؤال الذي يطرح، لماذا لم يتواجد مدرب محلي في هذا الطاقم؟ يعني لأنه كان حيجنبنا الكثير من المشاكل والكثير من الصعاب. نعيد يعني التذكير بما حدث للمنتخب المحلي مثلا في قائمة اختيار اللاعبين الأولى لما واجهنا ليبيا. الكثير من الأسئلة طرحت حول من اختار هؤلاء اللاعبين، لأن القائمة لم يكن بحولها إجماع، لأنها لم تكن هي الحقيقة يعني اللاعبين يعني اللي كانوا في المستوى يعني اللي كان يفترض أنه هو يمثل المنتخب المحلي. واضح. ما الذي يمنع محمد مهوبي من تواجد مدرب محلي؟ هل لا يوجد مدربين محليين؟ أنت اشتغلت مساعدا لليكاس في فترة سابقة أعتقد. أنا عملت مع سعدان مع ليكاس في 2003 وبعدين كان مدربين آخرين عملوا بعدين. هذه أول مرة اللي شفنا في سيليكسيون ناسيونال ما كانش مدرب جزائري، أول مرة. وأول مرة وين شفنا حين يجي ديكتور تكنيك ناسيونال من برا ومن بعد ما تفهموش معاه. وثاني مرة شفنا مدرب 20 سنة راهم يتكلموا على مدرب إيطالي. أنا نظن باللي راح تثقة من مدرب جزائري أو الإطار الجزائري. هذا هو الكلام. صالح بيع عبود، في ظل بعد هذه الخسارة إقصاء من المنتخب كان متوقعا منذ فترة، تعرف أنه جيدا أنه هزمنا تعادلنا مع الكاميرون، هزمنا مع نيجيريا فترة سابقة ولاحقة في اثنين الاتحاديتين في اثنين السابقة، وهذه يتحملان المسؤولية على اعتبار أنه حتى هذا المدرب انهزم في ثلاث مباريات. ما الذي الآن مصير لهذا المنتخب قبل ما نتحدث عن الكرة الجزائرية؟ مصير هذا المنتخب ما الذي سيحدث له؟ أنا بالنسبة إلي لازم ننتظر اللقاء الأخير أمام نيجيريا ونلعبوه بنفس يعني الإرادة ونفس يعني الحضور والحركية والديناميكية، ولكن بعد ذلك أنا نظن بلي لازم نديروا تقييم، ولكن تقييم موضوعي وحقيقي على كل الجوانب. اسمحني تقييم من؟ تقييم ما هذه الفترة حتى مديرية فنية هذه الفترة الأخيرة. نتمنى أن الاتحادية كذلك في هذا الإطار على الأقل تعين مدير تقني، أو على الأقل تشارك التقنيين الجزائريين اللي عندهم يعني خبرة وعندهم كما يقولوا نظرة وعندهم كفاءة ليعطيوا رأيهم في هذا الموضوع، ونقيموا هذه المرحلة الأخيرة هذه. حتى وإذا غيرنا هذا الناخب الوطني اللي ماهوش عليه الإجماع وبالك النتائج ما تمشيش معاه، ورانا كما يقولوا ما احناش نعطيوا الوقت اللازم باش يكمل العمل تاعو، على الأقل كي يمشي نديروا اختيار أحسن وكما قال الاخر في المستوى. وهذه المره كي نديروا الاختيار ونحسنوا الاختيار نخليه يعمل الى يعني على مدى متوسط وطويل. جميل. هل سيتحسن المنتخب برحيل الكاريز؟ اولا هل سيكون رحيل الكاريز رسميا؟ ليس مؤكد يعني حتى الان ليس مؤكد، ولو ان يعني كل المؤشرات توحي ربما الى انهاء العلاقه معه، يعني هذا هو هذه المؤشرات كلها تصب في هذا بتعويض 22 مليار سنتي. هذا هو المشكل هنا اليوم، خاصة في ظل الظروف المالية الصعبة. أنا نتكلم على البلد ككل، الجزائر اليوم تعاني من مشاكل اقتصادية ومالية صعبة، وباعتراف الوزير الأول اليوم لما يعني تضيع 20 مليار أو 22 مليار أعتقد أن الاتحادية عليها أن يعني تحسب أكثر من مرتين حتى تتخذ مثل هذا القرار اليوم. ولكن إذا كان هذا المدرب اليوم احنا نعرفه يعني التقنيين يعرفوا هذه الأشياء، اليوم المدرب هذا هل يملك مواصفات قيادة منتخب أم لا؟ هذا هو السؤال. إذا تمكننا من ما رأيك أنت، هل يمكننا التجوبين على هذا السؤال؟
هل عندكم مواصفات ان يكون مدربا للمنتخب؟ والله صراحه انا ما قنعنيش يعني بصراحه، ولكن يبقى مجرد راي اعلامي. نعم طبعا. صلاح بن عبود ما رايك؟ هل يصلح هذا المدرب ان يكون مدربا؟ انا بالنسبه لي التقني تقني. نعم. كي تقول انت طاق طبعا لا احد يشك كما قال الاخر سائق طائره، سائق طائره ما تقولش تقول نش سائق ولا تقني تقني صح، تقني مش معروف حتى بروس تكلمنا عليه منذ قليل. انا طرحت عليك سؤال، هل هو قادر ليس هل هو مدرب، هل هو قادر ان يكون مدربا للمنتخب؟ بلك في ظروف، في ظروف مغايره على هذه بلك كان ممكن انه يعمل ويحط كما قال الاخر الفلسفه نتاعو والنظريه نتاعو. احنا مرينا على مثلا غوركيف، غوركيف جاء بعد نهائيه كاس العالم، لاننا مع احنا ماناش في المستوى تاع البلدان اللي راهي يعني في مستوى عالي في كره القدم، وين يسيروا حتى الفريق عندما يكون في المستوى العالي. احنا مازال ما وصلناش الامور هذه. بعد نهايه كاس العالم كان هناك تغيير، الكل كان حاب ان فايد الوزيشي يستمر، لان فايد دار نتائج وكان في في بفضل الاستقرار، لان ما تنساش في 2013 احنا خرجنا منذ الدور الاول في نهايه امم كاس افريقيا، وكان هناك انتقادات، ولكن خلينا المدرب واعطينا له الورقه البيضاء وما كانش هناك تدخل في يعني العمل. يعني تريد تلقاو نعطوا له فرصه اخرى؟ لا ما كانش هناك تدخل في العمل نتاعو، ومدرب عنده شخصيه، النتائج مشات معاه. عندك لو تتذكر عبود في تلك الفتره يعني سيد رورا وقف الى جانب حليلوزيتش يعني وما حبش يعني يرضخ للضغوطات اللي يفرض عليه الراي العام والاعلام. محمد يعني هذه شهاده يعني. هل هذا المدرب هو قادر هو المدرب الانسب للمنتخب على الاقل في الظروف الحاليه والمستقبليه ايضا للمنتخب؟ شوف ما نقدرش نحكم على تقني في ظروف مثل هذه، هذه نقطه من النقاط، ولكن في ثلاث مباريات يمكن ان تحكم؟ نعم لا عملت في خمس مباريات مع ليبيا ذهبا وايابا، زومبيا ذهبا وايابا، وامام الكاميرون. في العمل تاعو ما شفناش اشياء فنيه اللي او تغييرات جذريه او جميل. اشياء كثيره ما شفناهاش، ولكن يعني في ظروف مثل هذه صراعات في الفيدراليه، لا مدرب اللي يعمل ضد الضغط وسمع باللي اذا ما فش في مقابله من مقابلتين لازم يتم تغييره، في العقد تاعو عنده لازم كاس افريقيا محمي من الفيفا واشياء كثيره، نظن هذه الاشياء كلها ما تعملش التقني. ولكن انسان يقولها بكل صراحه، الخطا الكبير وهو ان فتره جلب المدرب كان المفروض تكون قراءه اخرى. شفنا فريق مصر يوم منتخب مصر يوم ما غيروا مدرب عاودوا رجعوا للتقني المصري، زومبيا اليوم عاودوا رجعوا للتقني الزومبي، نيجيريا اليوم عاودوا رجعوا للتقني النيجيري. مش يعني باش تطيح من قيمة المدربين اللي جايين من خارج، ولكن كاين أشياء في إفريقيا اللي يقدرها إلا المدرب الإفريقي. ما هو السيناريو المتوقع؟ سأعود إليك، سأتي إليك يوسف تزير. ما هو السيناريو المتوقع لهذا المدرب بين حمايته من الفيفا بعقد ما فيهش كأس العالم، وبين مدرب ترفضه الجماهير يرفضه الاتحاد الجزائري؟ ما هو السيناريو المتوقع حسبك كإعلامي على الأقل؟ بعض التوضيحات. أولا العقد هذا نفس العقد اللي كان عند المدربين السابقين، هذا الحاجة الأولى. ثانيا الرقم اللي تفضلت به تاع الغراء أو المبلغ المالي اللي لابد أن تسدده الفيدرالية في حال ترحيل هذا المدرب، ما هوش هذا هو الرقم. أمليار سون هو على كل حال، لأنه تم تسريب العقد، ولكن بالمناسبة ولكن تم تسريب، تسريب العقد وتم التشكيك في عضو اللي هو يحياوي، والآن خلط في خلط. أنا أسمي دائما أسماء بمسمياتها. احنا ما نتكلموش على الكلام، واحد ما عنده دليل باللي هذا هو الشخص. لا العقد سرب. أنا لا هو سرب. نعم. وتكلم عليه رئيس الاتحاد في 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 اخر تصريح نتاعو في الاذاعه الوطنيه. هذا شيء معروف، ولكن باش احنا نطعنوا في الناس ولا نتهموا الناس، هذا ما نتكلموش على الاسماء، ولكن نقول لك باللي هذا شيء عادي. البارحه بايرن ميونيخ اقال انشيلوتي، فيه امور كما نقولوا تاع عقود واموال وتسديد اموال، هذا شيء طبيعي. اذا كانت المصلحة مؤسسة اقتصادية نفعية، والاتحاد الجزائري لحد الآن مؤسسة ليست ربحية تماما، وما زلنا نستهلكوا في الأموال اللي كانت فقط. لا ولكن مختلف تماما. معليش اليوم الفريق الوطني عنده الإمكانيات، وعلى بالي باللي من القدام مازال يكون عنده الإمكانيات، حتى الدولة موجودة، وحتى الأموال دعم الدولة. لا كي تحكم شركة ما نسميوش الاسم تاعها، هي شركة مؤسسة وطنية، الظروف صعبة. إيه
من أغلب الظروف ربط الأحزمة من فترة. ولهذا ولهذا نعم. دائما نرجع إلى نقطة البداية وإلى الموضوع الأمور الموضوعية. كرة قدم، ماذا نريد بمشروع كرة قدم في الجزائر؟ هل نبقى فقط في الفريق الوطني والواجهة ولا نعتني بالقاعدة حتى لا لا حتى الأموال؟ بلك سيناريو المتوقع، بلك هذا أمر جيد بالنسبة سيناريو المتوقع ذهب كترقص الأموال يروحوا الناس اللي يحوسوا على الأموال ونولوا إلى جدة الأمور ونعتني أكثر بالكرة. هذا البلدان اللي تكلم عليها أنت، نيجيريا ومالي وهذا في القاعدة ما عندهمش أموال طائلة وملاعب مثل. شكرا جزيلا عبود، تريد القول شيء سيف تزير؟ حبيت نقول فقط من قبل قليل حتى نوضح، يعني الكراز يعني قاد المنتخب الجزائري المنتخب المحلي في 7 مباريات ولم يحقق أي انتصار. الجزائر حتى اليوم لم تفوز على المنتخب الكاميرون في مباراة رسمية. كنت سعيدا بتواجدكم معي جميعا، صلاح بيعبود الإعلامي مستشار رئيس الفاف، سعيدا جدا بابتسامتك أيضا يوسف تزير، شكرا دائما أيضا، وشيخنا محمد مهوبي شكرا جزيلا. شكرا لكم مشاهدي الأفاضل، غدا نلتقي لقاء آخر في حصة استاذ النهار. السلام عليكم ورحمة الله.